اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ربنا يكرمك، جزاك الله كل خير. مين معانا ومنين يا فندم؟ ام رحمه من القاهره. ام رشا؟ ام رحمه. ام رحمي؟ رحمه. ام رحمه، ايوه يا فندم، من القاهره. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. انا عندي سؤال بس لحضرتك هتريحني فيه، الله يكرمك. انا دلوقتي والدتي كانت متجوزه من 5 سنين عرفي. عايز اسمع. والدتي كانت متجوزه من 5 سنين عرفي. ايوه يا فندم. وبعدين حصل انفصال بمشاكل. دلوقتي هي المشاكل لماما؟ نعم، لماما. طيب هي رجعت له تاني من شهر ونص، بس انا ما اعرفش. فانا بسال حضرتك، هل يحق لي اني انا المكان اللي هو متواجد فيه انا اقول لا؟ يعني ده حرام عليا، انا كده ابقى بغضب والدتي، انا ما بحبهوش. حاضر حاضر حاضر، شكرا يا العفو يا فندم. تليفون من قطر، اهلا وسهلا استاذ يوسف. الو، معانا يوسف من قطر. طيب قطر هتدينا فرصه لان احنا نقول لام رحمه، جوز امك ليس شرطا ان تحبيه، المهم امك اللي تحبه، اسمه جوزها، وجوزها يعني زي بابا بالظبط. هتقولي محدش زي بابا، اقول لك صح، بس هو بالنسبه لها زي بابا، ممكن يكون بالنسبه لها احسن من بابا، ده ما يضايقكيش. هي حره، هي اللي عاشرت ده وهي اللي عاشرت ده، هي اللي حست بده او ما حستش بده. انت تحب ابوكي ده من السما، تحب امك من السما، وتحب ده لحب امك، مش تحبيه تقولي له انا دايبه فيك او انا هضماك او انت على المعده زي العسل، لا. ولكن انا ما اكرهوش، وحتى لو مش قادر احبه مش شرط ان انا احبه، لكن ما ظلموش وما ضيعوش حق من حقوقه. هو مدام عقد على امي بعقد صحيح شرعي، مش دعوه بقى وثق ولا ما وثقش، المهم ان الجوازه تمت باصول العقد في الاسلام من ايجاب وقبول وولي. حتى لو كان ماما عندها 80 سنه لازم واحد يجوزها ان شاء الله، ابنها او حد من اعصابها اذا ما كانش ابوها موجود، لكن مع وجود الاب لا ولي غيره، واتنين شهود عدول مسلمين رجاله محترمين او رجل وامراه لا اله الا الله. يعني بهذه الطريقه تتم العقود الشرعيه في الزواج بالذات. يبقى اصبح زوجا لامك، عليها انها تسمع له وتطيعه وتدلعه، هتغير انت، بلاش تتعرضي للمواضع اللي فيها دلع. واخد بال حضرتك، يعني تعملي حسابك ان عندنا دين بيحكمنا. الدين ده بيقول ايه بقى؟ بيقول ان ده جوز امي. اولا جوز امك ده مدخل على امك، فانت بالنسبه له حرام، بالنسبه اليه، مفيش حاجه اسمها بالنسبه له، بالنسبه اليه حرام الى قيام الساعه. ما دام دخل بامك بقيت بالنسبه اليه ربيبه، والربيبه زي البنت بالظبط، حرام عليه، يعني بقى من المحارم. ومع هذا زي ما قلت لحضرتك، لا تظلمي والدتك ولا تظلمي هذا الرجل، وده من مكارم الاخلاق على فكره. وهقول لك على حاجة، صبرك على هواك تثابين عليه ثوابا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله لأننا دايما أقول المفارقات بين ما نحب وما مش ما نكره وما نبغض، وزيك ربنا في القرآن الاعدلوا هو أقرب للتقوى. مع مين؟ مع الكاره الشديد قوي اللي هو المبغض يعني. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.